مساء السعادة، مساء النور، وحشتوني جدا، وحشني كمان زمايلي اللي في استوديو من الأسبوع اللي فات. وبجد ببقى سعيدة قوي قوي وأنا معاكم كل يوم ثلاث. يا رب أنتوا كمان تبقوا برضو سعداء بلقائي. النهاردة سريعا كده حكايتنا بعنوان احترس من مأمنك، وأظن العنوان واضح صريح مفهوش أي كلام، لكن متعب نفسيا، متعب نفسيا جدا انك تحترس من مأمنك. الكلمه صعبه قوي، يعني احنا بنقولها كده بكل سهوله الحقيقه، لكن هي صعبه، صعبه على قلوبنا، صعبه لو احنا كمان بنحب حد قوي وبنأمن له قوي. ومش عايزه يعني اقول اكتر من كده، لكن يلا ندخل في حكايتنا اللي متعبه جدا نفسيا ونبتدي حكايتنا النهارده. اتنين اصدقاء بنات بيحبوا بعض قوي، واسرارهم بقى مع بعض، والحياه اللي هي الحلوه قوي دي، يعني هما الاثنين اسرارهم مع بعض، متداخلين مع بعض جدا على الحلوه والمره والحاجات اللي هي الجميله دي جدا. في واحده جات لها خطوه الجواز يمكن بسرعه شويه، فتوكلت على الله واتجوزت، والحمد لله ان كان هنا الزوج مستواه المادي كويس، فاتح مشروع كده جميل، فيعني الحمد لله الدنيا، مش عارفه في ايه مضايقني هنا. المهم فالدنيا كانت لطيفه جدا، لا كده كتير. المهم البنوته ديت اشتغلت، مسكت الشغل بتاع جوزها، وهو جوزها طبعا شاف ان هي حد بيشتغل والدنيا لطيفه معاه، فخلاص سابها بقى وشاف مجال اخر هو بيشتغل فيه وبيساعدها، ومن وقت لاخر بيجي ان هو يبص عليها في المكان ويشوفها. البنوته دي عشان حد كويس جدا وحد محترم جدا، فقالت طب انا يعني الخير قدامي اهوت، وانا عايشه في خير والدنيا حلوه قوي، طب ليه بقى ما احاولش ان انا اخد صاحبتي اللي هي معايا منذ الطفوله زي ما بيقولوا، يعني صاحبتي دي كده معايا، طب ليه انا كمان ما احاولش ان انا اخدها واقربها وهي كمان تستفيد؟ يعني ليه انا زي ما انا باكل من حاجه هي تاكل، زي ما انا بقيت سعيده في حياتي هي كمان تبقى سعيده، وبالمره احاول اعوضها عن حاجات يمكن احنا عانينا منها واحنا اطفال واحنا كبار، فيلا اخدها معايا. فطبعا استاذنت زوجها، قال لها انت واثقه فيها؟ قالت له لا انا واثقه فيها ما تقلقش. قال لها عموما انا سبت لك الموضوع دوت وانت بقى وشطارتك، بس يعني احترسي، خليكي حريصه، هاتيها تشتغل معاكي بس خليكي حريصه. فالبنت جابتها وعرضت عليها الشغل، طبعا هي وافقت قوي، والبنوته ديت بقى خدتها خلاص في مجال الشغل، بدات تعرفها على الناس، دي مش شغاله هنا، دي شغاله معايا، دي تعتبر صاحبه مكان زيها، وبدات انها تفخم فيها قوي وتفخم في شخصيتها قوي عشان ما تحسسهاش بضعف، يعني هي مش عايزه تحسسها بضعف، فبالتالي اديتها نفس مكانتها ونفس القوه اللي هي في مكانها كمان. المهم فعدى بقى الوقت، وبدات طبعا البنوته تغيب بقى شويه مثلا على الشغل، خلاص بقى صاحبتها بقت في مكانها. كمان هي عملت حاجه انها اديتها كل اسرار الشغل عشان تبقى متمكنه، يعني هي بتحاول انها تقويها، مش انا هجيبك في شغلي وانت خلاص بقى تبقي كل شويه تستعيني بيا وتتصلي عليا، لا ده انا كمان هديكي مفاتيح الشغل، ده انا كمان هقول لك يعني الكارثه اللي انا ممكن مثلا يبقى ليا عدو هنا، ليا خطا هنا، ممكن طبعا اكتر المشاريع اللي هي بتبقى حتى لو صغيره بتتعامل برضو مع مصالح حكوميه، سواء ضرايب سواء ميه سواء نور، الحاجات دي كلها، فهي اديتها كل ما عندها بقى. فبقى معاها حاجتين الحقيقه، معاها حياتها الشخصيه عارفه عنها كل حاجه، وشغلها عارفه عنه كل حاجه، حتى نقاط ضعفها اللي في الشغل صاحبتها دي عارفه عنها كل حاجه. فالدنيا بقت قدامها بسم الله ما شاء الله كتاب مفتوح. المهم الزوج بقى كان طبعا زي ما انا قلت كده في بدايه الحكايه بتاعتنا بيجي كل شويه يعني يبص ويشوف الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله. هو لاحظ حاجه مش كويسه، لاحظ ان البنت دي بتقرب منه شويه، بتحاول تظهر بقى نفسها، تتكلم بقى نجات بقى وهي بتغني مثلا، الصوت الجميل دوت، ترقق شويه من اسلوبها، مش عارفه ايه. فهو لاحظ الحاجات دي، وهو بصراحه كان راجل محترم جدا، يعني ميل بقى كده على مراته، ولا بقول لك ايه تعالي انت واثقه بقى من صاحبتك دي قوي؟ قالت له اه انت بتتكلم ليه كده؟ هو ما كانش عايز برضو يوضح لها عشان ما يعمل يعني ما يعملش ضغينه في الموضوع. فقال لها طب يعني يا بنتي ركزي، بصي عليها، هو كل ده الراجل خجول، مش عايز يقول، مش عايز يقول دي بتبص لي، مش عايز يقول دي بتعمل حركات كذا. فقال لها طب بالله عليكي خلي بالك منها، ركزي بس معاها في مجال العمل عموما. قالت له حاضر.
توكلنا على الله بقى والدنيا فتحت معاها واشتغل السنه واتنين وبدات الناس تيجي على اساس ان هي عايزه فلانه ديت في الشغل وعايزه تتعامل معاها وي والمجال اتفتح قدام. فجي كده وقت راحت فلانه صاحبتنا دي قالت للبنت بقى اللي هي متجوزه دي واللي هي جابتها واللي هي كانت سبب لقمه عيشها بعد ربنا وفتحت لها مجال كبير، قالت لها بصي انا تعبانه الفتره ديت ومش هقدر اجي كتير ولو جيت هستاذن بدري وي وي وي. فطبعا صاحبتها برده عشان بتحبها قوي وعشان مش عايزه تزعلها قالت لها طب خلاص مفيش مشكله براحتك يعني مفيش مشكله كده كده مكانك المكان مكانك وانت صاحبه مكان، انا زي ما قلت لك انت مش شغاله عندي حبيبه قلبي انت صاحبه مكان انت زيي بالظبط، خلاص غيبي براحتك واعملي مفيش مشكله. اتفاجئت بقى ايه ركزوا معايا واصحوا، اتفاجئت بقى ان في حد بيقول لها ايه تعالي بقى ما اسمعك ايه اللي بيتقال عليكي من صاحبتك حبيبه قلبك اللي هي يعني انت مديها كل حياتك دي. سمعت بقى ان هي بتقول عليها كل نقاط الضعف اللي في حياتها، سواء مشاكلها في شغلها سواء مشاكلها مع جوزها سواء المهم البنت دي نجحت انها تدمرها خارجيا. انتوا خدتوا بالكم؟ يعني بتلعب بقى بيها، بدات ان هي تبرز في اسوأ ما في البنت دي، تقول عليها دي كذا، دي بتعمل كذا، دي بتتهرب من كذا، ده الشغل كذا، ده احنا بنجيبه بكذا وهي بتبيعه كذا كتجاره عموما. فبدات انها بدل ما هي تحسن في صورتها زي ما صاحبتها عملت، ان هي بتحسن في صورتها وتقول عليها مثلا دي كذا ودي متخرجه من كليه كذا وتزود في يعني في وضعها الاجتماعي، لا التانيه كانت بتحقر من شانها. يعني انا بصراحه الموضوع ده عامل لي استفزاز مش طبيعي، انت بتحقري عماله تحقر من شانها وتقول دي بتعمل ودي بتسوي ودي 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 ودي، يعني انت عايزه ايه؟ انا مش فاهمه انت بتعملي ايه؟ يعني بقت الحياه غريبه قوي كده. المهم البنوته دي سمعت كل الحاجات دي بقى بودنها، خلاص هي ما كانش حد لو كان حد قال لها بلسانه هي مش هتصدق، لكن لما تسمع صاحبتها دي فعلا فعلا بتقول عليها كده وبتحقر من شأنها وهي رفعتها، هو ناقص ايه تاني؟ خلاص يعني الدنيا باظت زي ما بيقولوا كده، الدنيا باظت ما فاضلش حاجه تاني بقى، خلاص خدت الصدمه الجامده قوي. لا خدوا الصدمه التانيه كمان انها راحت اشتغلت مع العدو بتاع البنت دي اللي هو عدوها اللي هو هما بينافسوا بعض في السوق في حته معينه، راحت اشتغلت عنده، فبالتالي الاداره دي انتقلت راحت للاداره اللي هناك، الزباين اللي هنا انتقلوا للي هناك مع الاستاذه الخاينه، انتقلوا معاها. هي طبعا البنوته هنا اتصدمت ولانها كمان سمعت بودنها، يعني ما سمعتش من حد غريب ده سمعت بودنها. البنت انهارت، يعني انا مش مصدقه ان انا ربنا كرمني، انا ربنا كرمني، فبدل ما انا اكون جحده على حواليا انا خدتكم معايا، عملت لكم وضعكم، حسنتوا في مستواكم عشان لما ربنا يسهلك وتتجوزي تبقي بني ادمه بتشتغلي معاكي فلوسك ايه الحاجات دي كلها. الزياده فعلا ان جوزها اعترف لها قال انت كنت غلطانه، ده هي كانت عايزاني، ده هي كانت بتلمح لي، ده هي كانت عايزه تاخدني منك. يعني تخيلوا كمان الجرم والفجر وصل لايه، ان انت ما عرفتيش تاخدي جوزها، الراجل طلع محترم، الراجل طلع منتهى الادب منتهى الاخلاق تمام، انت ما عرفتيش تاخدي جوزها ده دي حياتها كلها ما عرفتيش، فروحتي لعدوها عشان تكسريها. انت بتكسريها ليه؟ يعني انت بتكسريها؟ ما عرفتيش تاخدي بيتها ولا تدمري لها بيتها، تروحي مدمره لها حياتها العمليه، السبب هنا ايه؟ فهي بعتة بتقول انا غلطت في ايه؟ انت ما غلطتيش، والله العظيم انت ما غلطتيش، انا بس هقولها كلمه بسيطه صاحبتك دي عشان هي ما تستاهلش ان انا اتكلم كتير عليها، لان النوعيه دي فعلا ما تستاهلش اكتر من نص دقيقه من وقتنا، ما تنفعش اكتر من كده خالص. اقولها يا حبيبه قلبي اللي انت رحتي للعدو التاني واشتغلتي معاه ونقلتي اسرار صاحبتك حبيبه قلبك، الحقي بسرعه دوري على شغل تاني. ليه؟ لانه مش هيقاملك، اللي خدك ده عارف ان انت انسانه خاينه انسانه قذره، اوعى تفتكري ان هو هيمكنك، التانيه مكنتك عشان كانت بتحبك، انما التاني ده عارف ان انت خاينه وخنتي صاحبتك وهو واخدك عشان كده عشان انت خاينه عشان هو كان عايز يكسر التانيه، فالحقي بسرعه يا اما تدوري لك على شغل تاني يا اما تقعدي في بيتك بقى يا ماما، اقعدي في بيتك اكرملك، والحقي توبي واستغفري ربنا على الجرم اللي انت عملتيه في حياتك. مش هتكلم عليكي كتير،
لان انت فعلا ما تستاهليش الكلام كتير خالص. النوعيه فعلا اللي من امثالكم ما تستاهلش الكلام كتير عليها ولا نضيع وقتنا عليها حتى في البرنامج. البنوته بقى اللي انا هقول لها، انت بتقولي انت غلطانه، انت مش غلطانه، انت بنت ناس. يعني ايه بنت ناس؟ عشان الناس يمكن بتفهم غلط، بعض الناس طبعا بتفهم كلمه بنت ناس او ابن ناس غلط. بنت ناس مش معناها ان انا معايا فلوس. بنت الناس يعني متربيه على الحصيره بتاعت ابوها وامها، متربيه. ابن الناس ده متربي مش معاه فلوس، الموضوع مش فلوس والله. ادي اول حاجه، انت طبعا ما غلطتيش، انت حد متربي. طبعا انا لو قعدت 100 سنه 100 سنه انا مش هقدر احس بالالم او بالوجع اللي انت حسيتي بيه، لان الالام لا تترجم، محدش يقدر يترجم الم حد. انا ما اقدرش احس بحد موجوع قد ايه، انا ما اقدرش يعني، لا انا مش هقدر احس طبعا بيكي، لكن انا متعاطفه معاكي جدا. بس خلي بالك ان احنا ساعات بنحتاج لهزات قويه قوي في حياتنا، يعني لازم حاجه هزات عنيفه قوي تيجي في حياتنا عشان نفوق ونصحى ونبتدي نقول ايه اللي بيحصل ده، نبتدي نروق يعني، نرتب اوراقنا، نرتب الناس في حياتنا، مين اللي ليه الاولويه ومين اللي يستاهل، وممكن في حد احنا مش شايفينه. فالصدمه العنيفه دي او الهزه اللي جات لك القويه دي، اللي هي انت بتقولي هزت حياتك وانا عارفه انها هزت حياتك، دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. ده انت ربنا انقذك، ده انت ربنا بيحبك، خلالك حد خاين في مكانك اكتشفتيه بفضله. عشان بس اللي بيقول لك انا نجحت في حاجه، انت ما نجحتش، اسمها انت ربنا وفقك. لكن ما حدش يقول انا نجحت، يقول انا ربنا وفقني لده. انت ربنا وفقك لده ان يكشف لك حد كان، انت كانت حياتك قدامه عريانه مكشوفه تماما، فاحمدي ربنا على الصدمه دي. طبعا حوالينا بشر انواع مختلفه قوي، هتلاقي الطيب وهتلاقي الرقيق وهتلاقي البخيل وهتلاقي الحاقد والغلاوي. لكن الحاله اللي انت فيها دي اللي هو اقذر انواع البشر، اللي هو الاستغلالي. الاستغلالي ده بيبان ان هو بيحبك قوي وحبيبك قوي ويعرف عني كل حاجه ويخرب بيتك في الاخر. ده الانسان الاستغلالي، الانسان القذر ده، ده تبعدي عنه فورا، ما يبقاش موجود في حياتك، انهيه، امسحيه من الذاكره. اللي حصل لك ده حاولي تمسحيه باستيكه من الذاكره، وتحمدي ربنا ان الشخصيه الاستغلاليه القذره دي ابتعدت عنك. على قدر الصدمه على قدر العلو. كل ما تتصدمي والصدمه تكوني كبيره هتعرفي ان انت ناجحه وربنا هيعليكي، يعني دي خليكي واثقه فيها. قولي بقى لنفسك ايه؟ قولي بقى لنفسك انا متالقه، انا ناجحه، انا جميله، انا استاهل كل حاجه حلوه، واشتغلي على ده صح. انت اللي حصل فيكي ده بيدل فعلا انت حد ناجح، انت مش حد فاشل على فكره. اللي هي عملته ده وانها تروح لعدوك وعدوك يشتغل عليكي والكلام ده كله، انت متالقه، انت ناجحه، انت ثبتتي نفسك، فبالتالي هم الناس عايزين يحطموكي، ما تديش طبعا فرصه لحد خالص. وخلي بالك ان كل الناجحين اللي احنا بنشوفهم حوالينا، كل الناجحين دول لو حد كان سالهم زمان قال لهم انتوا هتبقوا مش عارفه رجل اعمال ايه وعندك شركات ايه وعندك مصانع، يقول لك يا سيدي لا مش للدرجه دي. وهم قالوا كده على فكره بنفسهم، يعني في اكتر وسائل الاتصال الجماهيريه او السوشيال ميديا او حاجات كتيره طبعا، يقول لك والله انا يعني ثقتي في الله كانت كبيره، بس ربنا اداني اكتر من ده. يعني انا ثقتي في ربنا كبيره قوي، لكن ربنا اداني اكتر من ده. ففعلا لما تقعدي مع حد ناجح يقول لك انا كنت اعرف ان انا يعني هبقى بالشكل ده؟ هو انا كنت اعرف ان انا هبقى كده؟ انا ذات نفسي عارفه انا كنت هبقى معاكم مثلا وهوصل لقراراتي الصح والجمال؟ لا، محدش يعرف الدنيا ماشيه ازاي. لكن في ناس لما بيدوكي الصدمه او بيدوكي الزلزال اللي بيهز كيانك ده بيخليكي اقوى بكتير، فعلا بيخليكي اقوى بكتير. عيشي حياتك، غيري كمان من روتين حياتك. انا عايزاكي تنسي البنت دي تمسحيها كده باستيكه. عارفه ايه تمسحيها باستيكه من حياتك؟ انت شاطره، انت جميله، انت متالقه، انت ناجحه. والله انت لو مش كده محدش كان عمل فيكي كده ولا فكروا فيكي اساسا. انت فاشله هيفكروا فيكي ليه؟ ما احنا دايما بنبص للناجحين وعايزين نوقعهم. فهو ده اللي هي عملته، هي مش قادره تشوفك كويسه، حضورك بيلغيها. انت حضورك في المكان لما كنت بتروحي بيلغي البنت دي خالص، فبالتالي مش قادره تشوفك، فعايزه تاخد قلبك بقى، يا اما تاخد جوزك يا اما تاخد شغلك. فطبعا الف حمد وشكر، طبعا جوزك اهم بكتير
ربنا يا رب يحفظه لك، راجل محترم جدا ان هو حافظ عليكي ومديكي مجال شغله ده، تبوسي ايدك وشه وظهر عليه كل يوم كده. تمام، زي ما قلت لك غيري من روتينك. وفي ناس، بعض الناس بتتريق على كلمه طقوس يوميه، يا حبيبه قلبي اعملي طقوس يوميه ليكي، اخلقي يوم جميل ليكي. قومي الصبح بدري كده عن جوزك شويه او اولادك ربنا يحفظهم لك لو عندك، اشربي قهوتك، اشربي النسكافيه بتاعك، اقعدي شويه مع نفسك، اقراي يا ستي شويه قران، اقراي في اي حاجه، حاولي تغيري المود، عيشي، ابداي حياه جديده. اعتبري ان دي صدمه بس احنا وقعنا، لكن هنقف تاني. اوعي تقعي، اوعي تبصي لها، وحتى لو شفتيها هوا، اللي جنبك دي هوا. وكملي حياتك، وكملي مسيرتك بنجاحك، بشطارتك، بثقتك في الله، لان انت ربنا بيحبك. وخليكي عارفه كده ان انت ربنا بيحبك قوي قوي، ربنا بيحبك قوي. ده انت لازم تسجدي لربنا شكر انه كشف لك الدنيا. ايه يعني خدت زباين من عندك، ولا خدت شغلك، ولا عرفت عنك شويه اسرار؟ ايه المشكله؟ ما كلنا عندنا مشاكل، ايه المشكله؟ قومي قومي واعتز بنفسك، انت قويه وانت بنت ناس ومتربيه. هي اللي خسرت، وخسرت كتير قوي. حكايتنا خلصت، واحنا كده في انتظار ضيفتنا الدكتوره سهام نصر الخول. استنوني.